مصر سحر ملوش آخر. حلوة الأغنية اللي فاتت دي والغنى الرهيب ده. مصر جميلة، مصر إن شاء الله للأحسن وللأمام بإذن الله تعالى. النهاردة كنا معاكم على نهارك في برنامج نهارك سعيد على قناة نايل لايف لمدة ساعتين من 9 ل 11، ومبسوط ان انا نزلت معاك النهارده انا لان انا كمان بقالي يا اشرف، فتره ما شفتكيش. انا كمان شكرا جدا، ونتمنى ان نكون فقراتنا النهارده كلها نالت اعجاب حضراتكم، ونشوفكم بكره وكرو عمل جديد، ونهاركم سعيد.